تبرير ما اقتنع به، من يقول صارت جلسه مجلس النواب وصوتوا بدون ما يعرفون. انت نائب بالبرلمان صوت على شيء ما تعرفه، انت صوت على زياده المخصصات، قال لك اكو زياده انا رفعت. سمعتي يقول ما نعرف، يقول هو ما يعرف بس يعرف اكو زياده. يعني ماكو احد يصوت على شيء ما يعرفه، انت مسؤول مسؤوليه مباشره، مو قصدي بس على الاستاذ رائد، يعني كل النواب 300 مسؤولين مسؤوليه مباشره امام الشعب العراقي، وبالتالي هاي المسؤوله هاي المسؤوليه هي ذمه في اعناقهم، وبالتالي شوفين الردات الفعل اللي صايرة الآن بالشارع العراقي تجاه نعتهم بالفاسدين، نعتهم بينتفعون المصالحهم الشخصية. هذا واحد. الثاني كخبير قانوني الجانب الثاني بس حلو بس هاي النقطة، 8 ملايين يصرف منها هذه قانونية؟ قانونيا واجبات مجلس النواب رقابي وتشريعي. يعني أنا هسه نائب تجيني حالة عنده عجز كلوي أو مثل ما تفضل أخذها وروح الوزير الصحة، مو أنا أصرف من جيبي، شنو جمعية خيرية؟